السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل ايه افضل برنامج للموديل تشيكر، يعني نقدر نبحث في الموديل ونبدأ نشوف ايه المشاكل الموجودة. طبعا احنا عندنا مثلا في سوليبري وفي نفس وركس وفي برامج كتيرة، لكن عن تجربة كان افضلهم سوليبري. ليه سوليبري؟ في قواعد كتيرة جدا جواه بتقدر تقول له اعمل شيك عليها فيبدأ يشوف لك ايه المشاكل. يعني نفس وركس احنا منبهرين جدا باللي هو بيعمله، بس هو تركيزه على كليشيهات بس. التاني ممكن تقول له ايه من ناحيه مثلا الانشائيه، من ناحيه المعماريه، من ناحيه الام اي بي، لو لقيت مثلا عمود مش واصل لحد السقف، تمام، القمه بتاعته مفيش حاجه مرتبطه بيها، اعمل ان دي غلط وابدا اعرضها لي وانا ابدا اقرر اذا كانت هي صح ولا غلط. لو لقيت مثلا في بايب مش متوصله بحاجه ابدا نبهني لحاجه زي كده. بيبقى في قواعد كتير جدا ممكن تقول له مثلا ايه، لو الشباك مثلا اصغر من مساحه كذا من الحيطه ابدا نبهني. يعني بقى في قواعد معينة حسب الكود مثلا بتاع البلد او حسب المنطق او حسب الغلطات اللي هي شافها قبل كده، بيبدأ يجيب لك جداول كاملة بيها. فادتني جدا وعملت بيها تقارير كويسة جدا. فسوليبري برنامج قوي جدا، بس هو المشكلة يعني غالي حبتين، 3 4 5.